وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي إن رؤية الشاملة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والمتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كانتا السبب الرئيسي لإنجاز هذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت له. بعد 5 سنوات على بدء عمليات الإنشاء ترسو أول سفينة في ميناء حمد قادمة من الصين، ومع دخول هذه السفينة إلى الميناء تبدأ مرحلة جديدة من عمليات تشغيله المتوقع انطلاقها بصورة تجريبية مع بداية شهر ديسمبر المقبل لاستقبال سفن تجارية من مختلف مناطق العالم. لا شك انها مهمة جدا، تزامنت مع العيد، فالحمد لله يعني العيد عيدين عندنا، لان انهاء اي مرحلة من هذا المشروع هو عيد للمشروع صراحة. تشريف معاليه الان وتسجيل هذه اللحظة، ان على اساس ان القائمين على المشروع يحسون باهمية المشروع، نحس باهمية المشروع حق دولة قطر. لا شك ان دخول اول سفينة قبل الموعد المحدد له هذا انجاز كبير للمشروع، وان شاء الله نحفزهم بانجاز ثاني. عمليات غمر الميناء بدأت قبل نحو شهرين، وبدء دخول السفن إلى حوض الميناء سيعطي للقائمين على المشروع فرصة الاطلاع على أوضاع الإنشاء والتشغيل، وهي مرحلة تجريبية على غاية من الأهمية، حيث يعتبر الميناء بوابة قطر نحو العالم. الموانئ ليست المشغل الوحيد فعلا للموانئ، إنما هناك الجمارك، الأمن، البيئة، الصحة، وزارة الاقتصاد. تناقم هذه الأجهزة هو سيؤدي إلى إنجاز العمل بصورة إيجابية، بصورة تعكس قدرة الميناء، هذا الميناء الضخم اللي يشكل نقلة نوعية لدولة قطر. يمثل ميناء حمد الجديد إضافة هامة إلى الموانئ في الدولة، خاصة وأنه سيرتبط بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.